السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن حشرة من الحشرات ذكرت في القرآن الكريم، ولأهمية هذه الحشرة ما لها من نظام وحكمة وتعامل مع بني جنسها. فما فائدة قول الله تعالى قالت نملة؟ وهل النمل يتكلم؟ وهل للنمل لغة أخرى للتفاهم؟ وماذا عن سمع النمل؟ وهل النمل يفهم؟ وهل سمعت عن ذكاء النمل؟ هل للنمل مجتمع؟ وأين توجد مساكن النمل؟ وعلى ماذا تشمل أو تشتمل مستعمرات النمل؟ إنها آية حقيقة معجزة لمن له قلب أو سمع بعين وأذن واعية. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. نعم، إنها حقا آية معجزة تصف حال النمل ولأهميته حتى يتعلم الإنسان ويكون له عين بصيرة وأذن واعية وعقل واع يفهم ويدبر أموره. تصف هذه الآيات الكريمة موكب سيدنا سليمان المهيب وحوله جنوده من الجن والإنس والطير، وعند اقترابه من وادي النمل إذا بالنملة تهب محذرة قومها منبهة أفراد النمل بالخطر القادم أمره إياهم بدخول مساكنهم سريعا سريعا حتى لا يقضى عليهم إذا مر موكب سيدنا سليمان بجنوده. ثم تعتذر بلفظ ظريف وهي تقول وهم لا يشعرون، لأن سيدنا سليمان هو نبي لله عز وجل مرسل لا يكون في طبعه الإيذاء لأي شيء، لنبات أو لحيوان أو حتى حشرات. ذكر القرآن كلمة نملة بلفظ ووصف المؤنث قالت نملة. لماذا؟ لماذا قالت نملة؟ وصفها أنها قالت بتاء التأنيث أنها نملة مؤنثة. نعم حقيقة، لأن العلم قد أثبت أيضا ذلك أن النملة الأنثى العقيمة التي لا تبيض هي التي تقوم بأعباء المملكة من جمع الطعام ورعاية الثور كأنها خادمة. وهذه من المعلومات التي عرفت مؤخرا، والدفاع عن المملكة وتخرج من الخلية للعمل. أما الذكور ذكور النمل فلا يظهرون إلا في فترة التلقيح فقط، ولا دور لهم إلا في التلقيح أو تلقيح الملكات فقط. طب هل النملة تتكلم؟ نعم، أثبت ذلك القرآن الكريم حينما قالت نملة بلا شك ولا مراء، لأن رب الورى سبحانه وتعالى هو القائل والمخبر عن كلامها عند سماعنا لكلامها أنها لا تتكلم، فإننا لا نسمع الجن، ومع ذلك فإن الجن أيضا يتكلمون. قال تعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا، قالوا أنصتوا سماعا. أه.
قالوا أنصتوا. هؤلاء الجن أيضا عندما سمعوا القرآن الكريم قالوا أنصتوا. صدق أو لا تصدق، صنف أحد علماء التاريخ الطبيعي ويدعى رويال ويكلسون كتابا مهما عن الحشرات وسماه شخصية الحشرات. إذا طبقنا على هذا على عالم النمل، نجد أن النمل يتميز برائحة خاصة تدل على العش الذي ينتمي إليه والوظيفة التي تؤديها. كان كل نملة من هذا العش نظام بديع أبدعه الخالق سبحانه وتعالى. طيب إذن كيف تتعارف نملتين في جحر واحد على بعضهما البعض؟ حينما تلتقي نملتان فإنهما يستخدمان قرون الاستشعار وهي الأعضاء الخاصة بالشم لتتعرف الواحدة على الأخرى. وقد وجد أنه إذا دخلت نملة غريبة مستعمرة لا تنتمي إليها فإن النمل في هذه المستعمرة يتعرف عليها عن طريق رائحتها ثم يبدأ بالهجوم عليها. ولنا قصة طريفة في هذا الأمر. حينما أتي بنملة صحيحة من جحر تابعة له ثم غمست برائحة نملة ميتة ثم أعيدت إلى عشها، فلوحظ أن أقرانها يخرجونها من عش على أنها ميتة في نظرهم. وفي كل مرة تحاول العودة يتم إخراجها على الرغم من أنها حية تتحرك وتقاوم. وحينما أزيلت الرائحة الغريبة فقد تم السماح لهذه النملة بالبقاء في العش. البحث عن الطعام، يبحثون أيضا النمل عن الطعام بطريقة الفرمون لا بالكلام. حينما تعصر هذه النملة الكشافة كما قلنا الخادمة على مصدر للطعام فإنها تقوم على الفور بإفراز الفرمون اللازم من الغدد الموجودة في بطنها لتعليم المكان، ثم ترجع إلى العش. في طريق عودتها لا تنسى أن تعلم الطريق حتى يتعقبها زملاؤها، وفي نفس الوقت يضيفون مزيدا من الإفراز لتسهيل الطريق أكثر فأكثر. ومن العجيب أن النمل يقلل الإفراز عندما يتضاء المصدر الطعام ويرسل عددا أقل من الإفراز إلى مصدر الطعام، وعندما ينضب المصدر تماما فإن آخر نملة وهي عائدة إلى العش لا تترك أثر على الإطلاق. الله أكبر، ذكاء النمل. هل للنمل ذكاء؟ وهل النمل يفهم؟ أشار القرآن الكريم بأسلوبه البليغ البديع في ذكاء النمل وفهمه وقدرته على فهم الظروف المحيطة واستيعاب الأحداث ومواجهة الأخطار. انظروا إلى هذه النملة التي قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أمر، ثم عللت سبب الدخول بمجيء سيدنا سليمان وجنوده من الجن والإنس حتى لا يقع الخطر على أقرانها من النمل. كشف العلم الحديث عن بعض العجائب من سلوك النمل الذكي وتطور جهازها العصبي. فعند دراستي تحت المجهر ظهر دماغ النملة يتكون من فصين رئيسين يشبه مخ الإنسان من مراكز عصبية وخلايا حسية. وإذا تكلمنا عن النمل فإن الوقت لا يكفي، فلنا وقفة أخرى مع النمل نكمل كيفية حياته وكيفية طريقة معيشته ونظامه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.